ودلوقتي مشاهدينا جه ميعادنا مع الفقره اليوميه والفقره الرياضيه اللي احنا بنكون فيها دايما حريصين نقدمها لكم في هذا الصباح بشكل دائم. وطبعا عشان من المهم جدا ان احنا نبتدي يومنا بنشاط وحيويه، رحبوا معايا بالكابتن اللي بينضم لينا عبر كاميرا اكسترا نيوز، كابتن ايمن السركي مدرب اللياقه البدنيه. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا كوتش. اسعد الله صباحكم. ازيك يا استاذ محمود؟ استاذ نهى ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازي حضرتك كابتن. في حاجة مهمة جدا وبتهم معظم الناس اللي بيلعبوا رياضة، لو هنتكلم عن الحاجات اللي هي أو الأدوية أو الحاجات اللي بتزود الحرق في الجسم، الحاجات دي أي حد ممكن ياخدها؟ أنا عارف إن هو مش أي حد طبعا، بس أنا أخد معلومة من حضرتك، يعني أي حد ممكن ياخدها؟ ولو بياخدها وبيستخدم معاها مثلا بياخد قهوة، بياخد في حاجات طبعا تانية كتيرة بتزود حرق الجسم، بس لو حد بياخد الأدوية اللي هي بتساعد على الحرق دي، طريقة تمرينه بتختلف إزاي؟ وإزاي يعرف إن جسمه مش مستجيب لها ولازم يوقفها؟ هو مبدئيا طبعا يعني منتجات الفات بيرنر او حوارق الدهون اللي هي بقت موجوده خلال الفتره اللي فاتت دي، عشان استخدمها انا لازم اتاكد من حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه ان انا الضغط بتاعي سليم، ان انا مش مريض ضغط او ما عنديش اي حاجه ممكن تعلي ضغطي. الحاجه الثانيه ان انا يكون قلبي سليم او ضربات القلب سليمه، لسبب مهم جدا ان حوارق الدهون دي بتبقى فيها كافيين عالي قوي، يعني مادة الكافيين بتبقى عالية فيها جدا، ولازم بتبقى عالية فيها لأن هي أنا باخدها عشان تحرق اللي مخزون عندي من الدهون، فبالتالي بيحصل خلل كيميائي في جسمي إن أنا الكربوهيدرات بتبقى قليلة، لأن طبعا لازم النظام الغذائي يكون متوازن، وفي نفس الوقت هي بتخش تحرق اللي مخزون عندي. فعشان ما يحصلش هبوط للجسم لازم تدخل مادة كافيين عشان يفضل اللي فيه إيه توازن في الجسم، يبقى الجسم فايق شويه. فانا النهارده لما باخد حاجه زي كده انا لازم ابقى متاكد ان انا كفاءه القلب بتاعتي سليمه، وفي نفس الوقت كميه الكافيين اللي انا باخدها في يومي العادي، سواء بقى انا بشرب قهوه بشرب نسكافيه، تكون معتدله، ما تكونش طبعا زياده علشان ما يحصلش مضاعفات للجسم. الحاجه الثانيه مهمه ان انا لما اجي استعمل الحاجات دي يفضل ان انا استعملها في الفترة الصباحية من اليوم بتاعي، لأن أنا لو خدتها بالليل ممكن ما نمشي، يعني الناس ما بتنامش. وهم في أنواع منها وهي بتحرق الدهون المختزنة، في نفس الوقت بتدي طاقة شوية، وفي أنواع تانية ما بتديش طاقة فبتهبط الجسم وبتخلي الواحد ساعات بيبقى إيه يعني عصبي شوية أو المود بتاعه مش مظبوط. معرفة بقى النوع المناسب من شخص لشخص دي بترجع للمدرب اللي بيحط البرنامج ويشوف أني نوع أفضل للحالة اللي قدامي. يعني أنا لو الشخص اللي قدامي متعود أنه مثلا بياخد في يومه العادي كافيين عالي من القهوة والنسكافيه، فلما أجي أديله حاجة زي دي لازم أشوف نسبة الكافيين هتناسبه ولا لا، عشان ما عملوش دروب في الإيه في المود بتاعه. هي كمان يا كابتن بتزود الأرق، يعني هو معروف لسه الكابتن قايل عشان ما يبقاش بينام يعرف ينام. لا انا كنت عايز اسال على حاجه تانية، معلش يا كابتن ايمن. يعني بعض المدربين بيعتمدوا كمان على اسلوب الاول على الحرق من خلال طرق بقى الدايتس اللي بتتعمل او طرق الاكل، مثلا بيبقى حد يقول مثلا يعمل كارب هيتس اللي هو بيبقى زي اللي بيقولوا عليها تكسير الدهون عن طريق دهون عاليه بعدين دهون قليله شويه، او كربوهيدرات، انا اسف، كربوهيدرات النشويات العاليه والمتوسطه بالظبط. لكن انا بسال ان بشكل عام عن اي مكملات سواء كانت فات بيرنر او غير اللي هي ممكن تبقى بروتينات فيتامينات، الموضوع ده في بعض الدكاتره كمان بتنصح، وانا عشان كده بقول ان الكباتن بيقللوا الاستخدام ده، فكره ان الجسم ما يعتمدش بس انه بيحرق عن طريق المكملات دي، يعني بنتكلم بقى على حته الحرق، انه يبقى في نظام اكل بيعتمد ان الجسم بيساعده على الحرق، ما يبقاش معتمد، لان فتره مش هتشتغل، ولا الكلام مش مظبوط؟ تمام. انا دلوقتي عشان استخدم مكمل غذائي سواء زي ما حضرتك ذكرت حاجه سبلمنت او فات بيرنر، انا لازم الاول النظام الغذائي يكون سليم 100% وماشي ومتوازن مع الكلام ده، لان النظام الغذائي هو الاساس. يعني انا النهارده لو انا هبني عضلات، هندي مثال، لو انا هبني عضلات فانا محتاج ان انا اخد كميات بروتين معينه خلال اليوم بتاعي، تمام؟ يعني انا لو وزني مثلا 80 كيلو فانا محتاج اخد 1.5 لكل كيلو جرام في الجسم بروتين،
تمام، وممكن اعليها حسب ما المدرب بتاعي يقول لي وحسب انا المتطلبات بتاعتي ايه. لو انا ما خدتش كميه البروتين المناسبه دي وتمريني كان عالي، انا بيحصل بعمل هدم لجسمي مش ببني عضلات. تمام، لو انا النهارده باخد فات برنر عشان احرق الدهون المختزنه او اعمل شيب لجسمي ونظامي الاكل مش متوازن، ولكني باخد اي حاجه ههلك جسمي على الفاضي وهتعب نفسي على الفاضي. فبالتالي النهارده انا عشان اقدر اشغل او اخلي المكملات دي تقوم بالوظيفه بتاعتها السليمه لازم اكلي يكون مظبوط وتمريني يكون مظبوط، لان تمريني واكلي هم الاساس. عمليه طبعا الفات برنر بتعمل ارق، هي طبعا بتعمل ارق لان هي فيها ماده كافيين عاليه جدا، عشان كده لا يفضل ان انا استخدمها بالليل في الفتره المسائيه بعد الساعه 6. هتبقى عامله بالظبط زي ما اكون شربت فنجان قهوه دبل الساعه 10 بالليل. معلش طب يا كابتن، حاجه سريعه من الحاجات برضو اللي بيسالوها، تغيير الفات برنر انه بعد فتره، عشان بس انا بتكلم ان هو بقى فعال معاه ولا لا، يقول لك انا بقالي فتره باخد الفات برنر الفلاني ما بقاش شغال فلازم تغير الفات برنر وتروح لفات برنر تاني، هل الكلام ده برضو مظبوط؟ خليني برضو يا كابتن ازود الكلام ده مظبوط حاجه، زود على كلام محمود حاجه، ان في اجسام مش بتستجيب على طول الفات بيرنر. يعني عن تجربه شخصيه انا قعدت لمده 15 يوم مثلا باخده وعادي ما فيش حاجه لحد ما جسمي ما قبلوش، ففي يوم وليله وقعت. فهو في اجسام اصلا ما عندهاش الاستجابه او ما تستحملش التغيرات اللي الفات بيرنر بيعملها، فدي لازم انا اعتقد ان هو كان المفروض ان الدكتور اللي يكتبه او قبل ما يعمله بيبقى فيه تحاليل او حاجه لازم الناس تعملها، لان مش اي جسم بيقبله. بالظبط زي ما ذكرت حضرتك، هي لازم حاجات معينه اعرفها عن جسمي، اشوف انا كفاءه القلب بتاعي دي، كفاءه الضغط بتاعي شكله ايه، علشان برضو ما يحصلش زي ما حضرتك قلتي ان انا اتعب واقع، لان ممكن يكون انا نظامي الاكل مش كفايه. يعني انا باخد فات برنر عشان احرق، اقوم كمان اقلل في انظمه الاكل بتاعتي او اكل مش تمام، فما فيش باور في الجسم، فالجسم طبعا يحصل له انهيار ويتعب وما يبقاش في اي نتيجه. عمليه الاستمرار على حاجه معينه فتره طويله، انا لازم اريح ما بين كل سايكل انا بعملها. يعني انا حتى لو باخد سبلمنت بروتين او حاجه لازم اريح كل فتره ما بين استخدامي لباودر او اخر. يعني عمليه ان انا جسمي ما يستجيبش لنوع ممكن يستجيب لنوع تاني، بيحصل طبعا، ده حقيقي. علشان كده حضرتك بتلاقي انواع كتير جدا في السوق ومش كلها مناسبه لنفس الشخص. مش عشان هي براند تبقى مناسبه ليا، ممكن بتبقاش مناسبه لاحتياجاتي، ممكن اكون انا عايز اخد جرعه اعلى، ممكن عايز اخد جرعه اقل، ممكن عايز اغير المكون بتاعه مش ماشي مع نوعيه جسمي. فعشان كده هو عمليه ان انا اعمل تحاليل سواء انا بستخدم فات برنر او بستخدم سبلمنت عادي، ده مهم جدا. اشوف تحاليل الكلى، تحاليل الكبد، القلب، الضغط والسكر بتاعي، دول اهم خمس حاجات انا لازم اعرفهم واعرف النسب بتاعتهم قبل ما افكر ان انا استخدم حاجه، لان ممكن يحصل تاثير عكسي وانا مش واخد بالي. وبعد كده ابتدي اشوف نظام الاكل عامل ازاي ونظام تمريني عامل ازاي. ما اجهدش نفسي جامد جدا عشان عايز اخس فاقوم اجهد نفسي واعمل اوفرلود على جسمي فيحصل لي ارهاق تدريبي فعضلاتي تنهار، جسمي يتعب، ادوخ، اتعصب، اتضايق، كل الكلام ده بيبقى ناتج عن ان انا ما استخدمتش الحاجه بالشكل السليم او ما ساعدتهاش بالعوامل اللي المفروض تتعامل معاها. ربنا يخليك يا كابتن على النصايح دي. انا عايزه محمود الكابتن يورينا بالنسبه للناس اللي بتقعد كتير او شغلها بيتطلب منهم القعده الكتير وعندهم ديسك ازاي يقووا العمود الفقري او ايه التمارين بالظبط؟ مين بالظبط اللي عنده ظهر؟ هي اعترفت على فكره على هوا يا كابتن، يعني هي قالت على هوا كتير على موضوع الديسك ده. يعني التمارين سواء اللور باك او الابر او القطنيه والجزء العالي من الظهر، يعني الحاجات دي ممكن حضرتك تورينا للتمارين؟ طبعا هو اللي معروف يا محمود ان اكتر تمرين مهم عشان يقوي بقيه العمود الفقري هو القطنيه اللي بتبتدي من اهم تمارين الظهر. فلو حضرتك ممكن تورينا ايه التمارين اللي ممكن الناس تعملها حتى لو مش في الجيم، تمارين القطنيه مثلا في البيت او تمارين بقيه الظهر اللي بتقوي العمود الفقري. تمام، صحه العمود الفقري بتبدا الاول من اللايف ستايل بتاعي. بمعنى اخر انا لو بقعد على مكتب طبيعه الكرسي اللي انا بقعد عليه شكله ايه؟ بسوق عربيه درجه الظهر بتاع كرسي العربيه شكله ايه؟ لو بقعد في البيت بقعد ازاي؟ ما اقعدش مثلا، في ناس بتبقى حاطه مثلا المحفظه في ظهر البنطلون فبيقعد كتير بالوضع ده فبيحصل ان الحوض بيبقى مايل بالشكل ده كده طبعا عشان والله يا كابتن معلش انا اسف على المقاطعه، الموضوع ده
ازمه لكل الولاد والرجاله. وعايز اقول لحضرتك انا بقيت شاري شنطه. أيوة. ففي بعض الناس تقعد تتريق انت ماشي بشنطه ليه عشان ما والله العظيم عشان ما احطش موضوع المحفظه ده عمل لي ازمه لسنين طويله. ايوه ايوه ده احسن لانه فعلا فعلا بيسبب انعواج جامد جدا في العمود الفقري. العمود الفقري هو الشاسيه الاساسي بتاع الجسم، هو اللي شايل الجسم كله. فلو انا النهارده الاماكن اللي حوالين العمود الفقري دي ضعيفه وانا بهملها هتاثر عليه على طول. الانزلاق الغضروفي ممكن ما يجيش من وزن تقيل على فكره، ممكن يجي من ضعف العضلات، ممكن يجي من حركه غلط. يعني لو انا قاعد مثلا على كرسي وبجيب حاجه من الارض وعملت كده غلط وعضلاتي ضعيفه ممكن يحصل انزلاق. لو انا بقعد على لابتوب او كمبيوتر او تليفون وعلى طول عامل كده ممكن يحصل لي مشكله في الايه فقرات بتاعه الرقبه بتاعتي. فالنقطه دي مهمه جدا. فصحه العمود الفقري اولا من اللايف ستايل بتاعي، قعده كرسي، قعده عربيه، قعده بيت، واقفه، الكلام ده كله. برضو لو انا بقف اعمال واقفه يعني مثلا زي الناس اللي بتشتغل في الفنادق، انا يعني جربت الموضوع ده، بتبقى واقف على رجلك 8-9 ساعات، فلازم برضو الشوز اللي انا بلبسها تكون مناسبه علشان برضو لو هي فيها مشكله هتاثر على ركبتي طبعا، هتاثر على خلفيه رجلك عضله، هتاثر على ظهري، هو كله بيسمع في بعضه. فاحنا هنعمل تمرين بسيط كده نبدأ به اللي هو تمرين القطنية، ممكن أعمله في البيت باستخدام وزن زي الدمبل دوت. لو أنا هقف كده تمام ممكن أخلي الدمبل على الشيست بالشكل ده وممكن أمسكه كده، وأهم حاجة يكون ظهري مفروض كويس، وأنزل نزلة خفيفة مع فرد الظهر بالمنظر ده وأطلع تاني. تمرين بسيط جدا بس عايز أقول إن هو تمرين أساسي مهم جدا للور باك او القطنيه بتاعه الظهر. ممكن اخلي فرده خفيفه في رجلي وانزل كده واطلع، وممكن اثبت تحت ثانيتين واطلع بالشكل ده. التمرين ده اعمله 3 مجاميع او 4 مجاميع، اعمله 15 عده، ما استخدمش فيه اوزان تقيله خالص نهائي. هستخدم فيه وزن متوسط 4 كيلو كبيري مثلا، لكن لو حبيت احط لود على العضلات ممكن ازود في التكرارات بتاعتي. الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن نعملها لصحه منطقه اسفل الظهر ان انا اعمل ستريتشات. هعملها ازاي؟ في كذا نوع ستريتش انا ممكن اعمله. يعني لو انا قاعد بالشكل ده تمام، هحط رجلي هنا، خليني اعكسها عشان تبقى واضحه اكتر. احط رجلي اليمين عكس الشمال، ايدي اليمين ورا، وبزق جسمي بايدي الشمال، بحط كوعي هنا وبزق كده وبثبت على الوضع ده. الوضع ده بيخليني اعمل استرتش منطقه الجلوتس كلها لحد الركبه من ورا، وظهري في نفس الكلام. اثبت على الوضع ده 4 مجاميع ل 20 ثانيه او 30 ثانيه، وبعدين اعكس الناحيه الثانيه نفس الكلام. الوضع ده دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا انام على ظهري واضم ركبتي بالشكل ده. دول يعتبروا اهم حركتين ستريتشنج للور باك. يعني لو عملت التمرين الاولاني اللي احنا عملناه ده وعملت الحركتين بتوع الاستريتشنج دول مهمين جدا 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 لصحه منطقه اسفل الظهر والعمود الفقري والفقرات. لو انا بعمل الضمه بتاعت الركبه للشيست وحد قدر ان هو كمان يضغط عليها شويه هيكون افضل. ودي من اهم الحركات اللي هي الحركه الثانيه اللي احنا عملناها. لو جينا بقى اتكلمنا على شويه تمارين ممكن نعملها كده في البيت قبل ما نروح الشغل سريعا، خلينا نبدا بحركه مركبه. خلينا نبداها من الجنب عشان تبقى واضحه اكتر. بالوزن اللي في ايدي بنزل كده واطلع كده بالمنظر ده، بشغل رجلي، بشغل كتفي، بشغل ظهري، ممكن اعمل حاجه تانية ازودها، اطلع فوق وانزل بالمنظر ده. كل ده انا معلق الوزن على منطقه كتفي فبشغلها اجباري بالمنظر ده. بالمنظر ده ممكن تمرين ثالث اعمله برضو، بستخدم فيه وزن جسمي بالشكل ده. دي بدايتي. هو ده تمرين صعب شويه بس مهم جدا لمنطقه الركبه والايه الهيب او مفاصل الحوض. بالشكل ده واخد الوضعيه 90 درجه واطلع تاني، انزل بالشكل ده. تمرين صعب شويه
ممكن في الاول اعمله مجموعه واحده 10 عدات، ممكن الاسبوع اللي بعديه ازوده يبقوا مجموعتين 10 بالظبط بالتدريج عشان ما بقاش في حمله على الظهر. طبعا يعني يا رب ان شاء الله تكون الناس استفادت، وزي ما حضرتك قلت كمان النصايح الاولى بتاعه الاعاد والوقوف والحاجات دي. دايما بنشكرك على معلوماتك الوافيه وتمريناتك يا كابتن والله، وبنبقى مبسوطين وحضرتك معانا. الكابتن ايمن السركي مدرب اللياقه البدنيه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك يا كابتن.